السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للفيديو غنفا فيها لا كوركسيون ديال كي سي ام 1 2 باج 138 و ليكزارسيس 9 باج 139 دي مانيال ايتانسيل 3 اني بيوف دون لو كور لا بويسونس الكتريك القدرة الكهربائية. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليكسكون كل جديد. كي سي ام 1 باج 138 بور شاك لين دي طابلو انديكي لا بون ريبونس او لي بون ريبونس، اذا هنا ناخذوا واش الجواب صحيح ولا اجوبة صحيحة. Premièrement, l'unité de la puissance électrique, وهي الوحدة ديال القدرة الكهربائية. بالنسبة للقدرة الكهربائية عندنا واش هي الوات واش هي الفولت واش هي الاوم. الاوم هي ديال لا ريزيستانس الكتريك اي المقاومة الكهربائية. الفولت وهو وحدة التوتر وهي لا طونسيون، بينما الوات وهي لا بويسونس الكتريك وهي قلنا القدرة الكهربائية. الجواب هو ا. دوزيامون، لا بويسونس الكتريك سيكسبريم باغ لا غوسين. شنو هي العلاقة ديال القدرة الكهربائية؟ واش هي بي سير اي سير اي؟ نو. واش هي بي سير اي فوا اي؟ صحيحة. بين بي اي فوا ار اس اثنان فهي خاطئة. تروازيامون، بي ايتيكال ار فوا اي اس اثنان غوبريزونت لا بويسونس او بورن دان. بالنسبة لهاد الغولاسيون راه ماشي هي هادي، ولكن هاد الغولاسيون ديال فيها ار فيها وحداش واحد كونديكتور اوميك ديال اشنا هو؟ كونديكتور اوميك سي كاركتيريزي باغ اون ريزيستانس، اذا واحد الموصل اومي يتميز بواحد المقاومه كهربائيه ار. اذا هاد ار شكون هما؟ واش هو كونديكتور اوميك؟ وي كونديكتور اوميك فيه ار، اذا يحتوي على واحد الكاركتيريز ديال المقاومه، اذا هو صحيحه. كذلك ار وين تتكون ار؟ ار تتكون فاش لي زاباغاي دو شوفاج، بحال مثلا الميكوات، بحال مثلا كنا شوف او وهو مسخن مائي. يعني هذا هو تيحتوي على حتى هو تيطبق لنا هذه العلاقه ديال هذا، لانه يحتوي على واحد لا ريزيستانس، واحد اومي عنده ريزيستانس. كادريامون دون زين تيس لاصقه تكون مكتوفه فيها لي زانفورماسيون على لاباغاي. دون زين نوتيس دو انفورماسيون الكتريك اي انديكي لا فالور. هذه لاصقه اللي تكون في لاباغاي ورا الثلاجه ولا تكون في بعض لي زاباغاي، واش هي لا بويسونس نومينال، واش هي لا بويسونس ماكسيمال، واش لا بويسونس مينيما. هي اصلا تتسموا ديال القدره الاسميه، وهي لا بويسونس نومينال، هي القدره التي يشتغل فيها تين عاديه. يعني ملي تكون هنا عادي تكون شكون اللي تيديرها؟ الكونستركتور. الكونستركتور اي الصانع ديال هذا لاباري هو اللي تيدير. علاش تيديرها لينا؟ باش نخدموها بصفه عاديه، وبيان فتي هذيك لا بويسونس فان الجهاز تيتلف يتلف. وكذلك الا كانت بويسونس قل من هذا نومينال تيكون اذا تيكون الاستخدام ديالو حتى هو ضعيف. ماشي هو كي سي ام 2 باج 138 تا لا ميم شوز بوغ شاك لين انديكي لو كونتينيو او كونفونابل، يعني دي صحيحه. لي دوني دو لا لامب سي دو سو ريبريزونت، هاد لي دوني لي كاينين 15 وات 50 60 هرتز او 230 فولت اش تيعنيو؟ واش تيعنيو لينا لي كاركتيريستيك نومينال وهو المميزات الاسميه؟ صحيح. ماشي لي كاركتي مينيما، ماشي لي كاركتي ماكسيما. اذا دي يقول لك نومينال، وشرحنا قبيله ديال لا بويسونس اي المميزات الاسميه، كلهم هادو ما خصناش نتجاوزوهم. دار الصانع اللي كينحمي هذاك اللي كيشتغل بصفه عاديه. سيزيامون عندنا هاد لا لامب عندها 6 فولت وعندها 50 ميلي امبير، هادو هما تنسموا لي كاركتيريستيك نومينال، هي لا طونسيون نومينال اي التوتر الاسمي، و 50 ميلي امبير هي شده التيار الاسميه اي لانتونسيتي نومينال. هادو هما اللي باش يخدم بهم. اذا قالك لا بويسونس نومينال دو لا لامب، زعما هاد هادو قلنا الفولت و طونسيون نومينال وهاد شده التيار نومينال، عطينا البويسونس نومينال بي تيغالا اي فوا اي. واش تخرج لنا 300؟ واش تخرج لنا 30؟ تخرج لنا 0.3؟ توا يعني حنا ندير واحد العلاقه اللي شفنا قبل، وهي ان بي ايغالا اي فوا اي. بي شنو هي؟ هي 6 فولت فوا 50 ملي امبير. نحولوا 50 ملي امبير امبير اون فوا ديفيزي بار 1000، عطينا 0.05، شحال تعطينا؟ 0.3 وات. اذا هنا بالنسبه لنا هذا بالنسبه لا بويسونس اللي كاينه عطاتنا زيرو كذا، اذا الجواب هو اش؟ وهو سي. سيتيامون، ا كيل اباغاي لا غولاسيون بي يو نو سابليك تيل با؟
اي ان هذه العلاقه ما تنخدموهاش في واحد الجهاز، هذا جهاز سخين تنخدمو فيه، هذا تا هو ميكواط سخين تعطيه، بينما هاد كيما نقولوا هاد العصاره فهمت علاش تحتوي، تحتوي على واحد الموتور. اذا بالنسبه للبي سي اي il ne s'applique pas par les appareils que contient le moteur. اي اجهزه التي تحتوي على المحرك ما نخدموهاش. الامتحان ما يعطيكش مهادي، ما يعطيهاش لك، يعطيك يا ميكوات يا فرن كهربائي، او تنقولوا حنا فيغ اغو باسي، او هنا فوغ الكتريك، هذا الشيء اللي تيعطيك، ما يعطيكش ميطحانه. علاش؟ لان فيها محرك، والمحرك ما تطبقش ليه عاد علاقه بي تيغال اي في. الجواب هو سي. نمشيو لاكزيرسيس 939، غومبلاسي لو نيميرو باغ لي مو اديكوا. النيميرو هادو نديرو واحد لو مو كونفونابل. ا سورتو لي تو اباراي الكتريك اكزيست اون بلاك سينياليتيك سور لاكيل اي انسكري اون فالور اون. اذا جميع الاجهزه الكهربائيه موجود فيها واحد الصفيحه ديال فيها اشارات او فيها ارقام، فيها اعداد sur laquelle inscrit une valeur. Il y a donc une valeur. Le valeur, le valeur dit mais qui est une valeur dit mais qui compte, ou est le 1 volt. Avec le valeur le 1 volt, ça qui compte, il y a 220, il y a 230, il y a 240. Actuellement, il compte 220, 230, qui indique si indique la tension nominale. C'est-à-dire, c'est-à-dire la tension, on a dans la tension au bord de l'appareil lorsqu'il fonctionne normal. C'est-à-dire la tension nominale, une autre valeur s'exprime. Ou une valeur autre s'exprime. Tu connais ça ou tu connais watt qui indique la puissance nominale. Il y a deux, tu connais actuellement, tu connais volt. والوات، وكاين وحده تيكون تاهي تشد التيار، ولكن هنا تنركزو على في ديال او ديال طونسيون او لا بويسونس تيكونو كتير. بي لا بويسونس ديفلوبي باغ ان اباراي ان فونكسيون انكور كورون كونتيني سو اون طونسيون او اي ترافيرسي باغ ان كورون انتنسيتي اي اي دوني باغ لا رولاسيون. اذا تيقول لك شنو هي لا رولاسيون اللي كاينه باش بين او و اي، وعندما يكون التيار مستمر، وهي بي تيغالا U فوا إي. هذا بالنسبة لنا مي تيكون اش كورون كونتيني، ولكن عندنا واحد طونسيون U ترافيرس ان كورون إي. سي لا بويسونس بي روسي باغ ان كونديكتور اوميك، واحد القدرة الكهربائية مستهلكة في واحد الكونديكتور اوميك وموصل اومي دو ريزيستونس ار. هاد الكونديكتور اوميك راه فيها دو ريزيستونس ار، إذا كاينة ار. اي ترافيرسي باغ ان كورون دانتونسيتي إي سيك سيكري. إذن هنا ملي تنقولو أن بي تيغالا إي، بي تيغالا إي فوا إي، وشنو هي إي؟ هي إر فوا إي. إذن تولي هنا الغولاسيون إر فوا إي أو كاري، هادي هي لا غولاسيون ديال إيش؟ ديال واحد الجهاز يحتوي على كونديكتور أوميك في واحد لا ريزيستونس إر. إذن هاد لا غولاسيون ضروري تحفظوهم. إذن هاد كل ما لدينا يسمى كي سي إم أن كي سي إم دو. Et exercice 9, au revoir, à la prochaine.